النهارده ولاء اليوم العالمي للكتاب، 23 ابريل من كل عام بيوافق اليوم العالمي للكتاب. هو احتفال بيقام كل سنه بعد ان قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب. الكتاب هو المصدر الاول دائما للثقافه الانسانيه، واحنا كحضاره مصريه دائما بنقدس الكتاب. يعني كان حكمه مصريه قديمه، الاب المصري كان بيوصي ابنه ويقول له ضع الكتاب وراء قلبك وحافظ عليه كأنه أمك، فكان الكتاب ليه مكانة مقدسة عند المصريين. طيب بالمناسبة دي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيان يعرض فيه أو يستعرض أهم المؤشرات الخاصة بحال الكتاب في مصر. هنقول لحضراتكم كده أرقام سريعة. عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة في الجامعات والمعاهد وصل إلى 1222 مكتبة. يعني احنا عندنا في مصر يا ولاء 1222 مكتبة، منها مقسمينها 344 مكتبة عامة، 324 مكتبة متخصصة، 554 جامعية ومعاهد. واعتقد يا ولاء ان ده شوية قليل برضو، يعني صحيح بالنسبة هو بزيادة للسكان. عن السنة اللي قبليها بالظبط. كان ده زيادة عن سنة 2015 بلغت حوالي 5.9%. رقم تاني برضو مهم، 12 تبع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عدد المترددين سواء مطالعين أو مستعيرين للكتب وصل ل 5721 ألف متردد عام 2016 مقابل 5513 عام 2015. رقم قليل جدا، احنا 100 مليون بنروح المكتبات، 5000 حاجه صعبه جدا بجد والله. بس ليه احنا معرض الكتاب يعني اعتقد كان فيه كام 3 مليون السنه دي؟ الزيارات يوميه كان صحيح، ممكن مش كلهم رايحين عشان يقرا بس كلهم بس ده بس ده رقم كويس، رقم صحيح. ايوه لا بيعكس ان فيه اهتمام بال كان اكبر عدد اعتقد في معرض الكتاب يعني صحيح. في السنين اللي فاتت صحيح. في برضو عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية وصل لأكثر من 12 ألف كتاب، 12 ونص تقريبا. ده كان سنة 2016 مقابل 12000 برضو 800، يعني الزيادة ما كانتش قوي. كتاب وكتيب عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%، يعني الكتب انخفضت. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في معدلات القراءة، وغير كده كمان في العادة، في عادة القراءة نفسها. يعني كان افتكر من كام سنة كان اليونسكو طلع تقرير صادم جدا، ولا يعني بيتكلم انه القارئ في العالم العربي كله في السنة ما بيقراش اكتر من 3 صفحات حاجة صحيح. في اليوم مقارنة طبعا بالقارئ اللي في أوروبا أو غيره، مع أن احنا أمة الكتاب وأمة اقرأ، يعني القراءة عندنا في الثقافة القديمة. والله يا محمد ده هو الواحد بيحاول يعني بس الوقت ضغط الشغل بس على الأقل مش عارفين احنا نعلم ولادنا، ودي نقطة كده سريعا قبل ما نروح. يعني اقروا لأطفالكم، علموا ولادكم، يبقى في مكتبة في البيت، يروحوا المكتبات. احنا عندنا زي ما قلنا حوالي 1222 مكتبة. ما هو لو على المكتبة اللي في البيت ما موجود مين اللي بالظبط يجيب وقت منين؟